معظم التحديات اللي بتقابلنا دايما كلها تحديات داخليه في طريقه تفكيرنا واحنا بنقدم للجائزه، فدايما بنفكر في ضيق الوقت. ده اكبر تحدي بيقابلنا، ان احنا بنفكر دايما في ضيق الوقت. وتغلبنا على هذا التحدي التنظيم الجيد للوقت وقراءه المعايير وفهمها، ده بيقلل علينا وقت كبير ممكن نضيعه. فاهم المعايير تختصر كثير من الوقت. في تحدي اخر، دايما بنفكر في قوه المنافسه وبنفكر في المنافسين من قبل ما نقدم للجائزه. ركز على نفسك وركز على نقاط القوة اللي موجودة عندك، تحاول تبرزها، بتتميز إن شاء الله ويكون طريقك للفوز بالجائزة. نصيحتي قبل إعداد الملف متابعة الدليل التفسيري والورش التدريبية الموجودة على موقع الجائزة، فده بيقلل عليك كثير من الوقت والجهد. نصيحتي عند إعداد الملف تضع بصمتك الشخصية في الملف، لازم يكون ليك بصمة شخصية، يعني ما يفضلش يكون نموذج جاهز بتحط فيه أفكارك وبتحط فيه الأدلة بتاعتك، لا، ضع بصمتك الشخصية حتى لو نموذج بسيط، أعتقد إن ده بيفرق. النصيحة الأخيرة، ما تفكرش في النتيجة، دايما إن شاء الله طالما قدمت للجائزة فأنت متميز.